إشي بشهي عالخفيف وأحلى عالم نستضيف، لندردش سوا وندوق أكل مرتب حتى نروح. أحلى شيف وأحلى ضيف ببرنامجنا عالخفيف. أهلا وسهلا فيك يا غادة، منورة حبيبة قلبي. حبيبة قلبي، عيونك شو حبيبة قلبي. كتير كتير حبيت الأوتفيت تبعك. Thank you so much. عطيني التور هيك مع أحلى أشوف. كيف اللوك؟ بجنن عن جد. طقم؟ طقم بتقدر تاخذهم الكاستمر اوبشنال كل واحد لحال، بس انا مسمي هدول شيفون اسينشال بنلبسه فوق كل شيء، وهاي جامب سوت ومن غير البيلت برضه كتير كتير حلوه. والله كثير حلوه حبيبتي. انا كيفك؟ اهلا وسهلا، شرفتينا. وين غادة؟ وين كان؟ جايز تطلع لنا الكنز حبيبه قلبي. احلى بس عن جد حبيبه قلبي، انت الاحلى. بس حبيت كثير الفكره عن جد، يعني ممكن الواحد يختار قطعه لحال او ممكن اثنين. كل شيء في منه variety of colors للصفية إن شاء الله ورمضان والعياد. بس هو عليك بجنن صراحة، عن جد على القلب صح. والواحد برمضان ولا انسي فطور وسحور وأكلات زاكية وحلويات كلها والله منحة. بس رمضان إلا ما يزيد الواحد وزنه سبحان الله، والشتا بيزيد ومش يحرق إلا متى يزيد على قولك متى. يلا نبلش. يلا إحنا ريم قولي لها. عامله الشيف غادة وصفه كثير طيبه، بس مش رح احكي لك شو هي. انت اللي لازم تحزري، يعني المكونات مغريه. يلا فيك تلفي وتشوفي براحتك اذا في شيء غريب عليك. احنا خلينا نبدا نسخن. مش تشيكن باتر مسله؟ اكيد نو. اكيد هذا مشروم. يس حاسه. وهذا تشيكن وتومه وزبده بقدونس. خلاص وصلنا. بارميزان تشيز سباجيتي. سباجيتي with chicken mushroom with white sauce. هي هيك بس انه ولا لها اسم معين؟ لا هي عش ال عش هيك بدي اخليها زي العش. عرفت وما عرفت، بس ما عرفتش لانه اللي حيرني فيها كان المشروم صراحه. ودائما دائما لما نسوي المعكرونه ما بنضيف الملح غير لما تسخن المي معنا، لانه الملح ببطئ من عمليه الغليان. فبعدين المعلومة قوية. عن جد أول مرة. فدايماً بس تغلي المي بنضيف الملح. هلا رح نحط. أنا بناولك ما بنوصل على بالي حلوة. طب هلا لما تسويها ما بيفكوا؟ لا 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 لا، خليها مثل ما هي وما تحركيها. أوكي. بس زي ما هي. وهون هلا رح نضيف الزبدة. لا بنخلي غادة تيجي معنا. تعي غادة. طبعا انتي. يلا هي بدنا نلعب. انتي ايوه انتي امي عني انا بخل عشان اذا فكرت بتقولشني انا احطها فيك. انا كثير بحب الطبيخ وبحبش اكل. بدنا زيت الزيتون. بدي اقول لك لسه كيف انتي شغلك مع ال بتحبي؟ والله بتحبي شغلك. رقاب محاشي. هذا عقيل. بس يعني بحب الاكل العربي، ما بحب كثير اطبخ. انتي عارفه احنا هون على الخفيف مش على الثقيل. بس هاي اول مره بسمع فيها صراحه اللي هي المعلومه. طبعا هون زيت زيتون مع الزبده. هدول انزلهم. اوكي ما في مشكله. الله. وراح نضيف البصل. اوكي ازحلق. اوكي نضيف البصل نقليه. وبرضه راح نرش عليه رشه ملح ورشه فلفل. رشه ملح ليش؟ مشان نخفف يدبل بسرعه. مشان يدبل بسرعه. شو شاركت؟ كنت بتفرج وبتعلم. حركت شوي البصلات، حركت الدجاج، ساعتها بطريق بقد ما بقدر كيف ما هي بترتاح تطبخ، لانه كل واحد عنده طريقته بترتيب الاغراض. بس تعلمت كثير منها صراحه. يلا بس نقيل هاي من هون. احط التومه. يلا احط مقوط التومه. بحبشيهم. لا لا ما هو عشان عندنا للسكور. هلا بس انا من عشاق التومه. انا بحبها. بموت على التومه كثير، بتضيف طعمه ونكهه زاكي للاكل. حغش يا الله. هلا حتذبحيني غادة. ححط شوية غادة ما تزعلي. حطي حطي رح نعطش بس عشانك كرمالك. بس والله ميرسي جميل. بس هيك تفطري معنا. ها يلا حبيبة قلبي. وهون بدنا نقلب ايش؟ يمي الريحة. الفطر لو تشموا الريحة تنسطلوا. والله. هلا برضه نفس الشيء بدنا نحط تومة. وزيت زيتون لو سمحتي. احنا هيك البصل عندنا صار جاهز. نطفي تحته. بدنا نضيف عليه الدجاج. هسي صار. وزيت زيتون. ديري بالك. ديري بالك. يعني هي شبه عرفتهم، بس كان في مكونات يعني مخليتها شوي تكون متردده. بس برافو عليها، يعني برضو شطورة
شكلها شطورة بالطبخ. هلا هون بس تدبل الثوم شوي شوي، يعني مش اكثر، يعني ما بدي اياها يصير لونها ذهبي. اوكي، بس انها مجرد ما شمينا ريحه الثوم طلعت خلص. بضيف المشروم. المشروم شو مقطع ناعم، لانه حيكون حشوه. دخلك بدي اسالك بخصوص المشروم، انت من نوع الناس اللي بتقشروا المشروم ولا ما بتقشري المشروم؟ بمسحه مسح بالفوطه ما بغسله، لانه بيقولوا مو منيح تغسليه صح؟ لانه زي اسفنجه بشرب المي بسرعه، وبس تيجي تطبخي كثير بنزل مي. فالافضل انه بس مسحه تمسيح. صح، ولانه رح ينقلي اصلا بيروح منه اي شيء. بالضبط. اوكي، بصير اعمل زيها. حلو، اثنين مكعبات صغيره. لا على الحشوه. هذول اخر استوى صاروا. خليهم دقيقه هلا بنرش عليهم فلفل الاسود. شحيتيني بكره هاي الطبخه رح اطبخها. بكره من نجمه. وهاي كمان رشه ملح بسيطه. بدي اسالك سؤال ثاني، هذول صدور الدجاج مقطعين؟ اوكي. وهي هون شويه مرقه الدجاج. اوكي. وشوية ايش فكرك تكون؟ كزبرة؟ لا، شنو ريحتها؟ حتعرفي. حبهان؟ لا ركزي معنا. هذا شيء هيك شكلها؟ جست الطيب. اللي ضيعني بالطبخة هو لما شممتني الشيف غادة جست الطيب، إني أعرف إنها جست الطيب لا حياتي من كزبرة كمون، مع إنه أنا كتير كتير يعني حاسة الشم عندي قوية، بس خلاص راحت عن بالي وعن لساني. مع بعض أنا هون غليت عندي الباستا. أوكي، أعطيها نص يعني. هلأ هتطفينا تحتها؟ هذا خلص. هاي أخلي أكتير؟ لا بس يدبل كمان شوي، شايفة نص لسه مش مستوي. عشان يظل متماسك. عشان يظل متماسك ويكمل الاستوى بباقي الصوص اللي راح أحطها على الجاج. يعني كم من دقيقة قعد؟ يعني هلا اذا عليها على الباكيت مكتوب 10 دقائق، 6 دقائق. أوكي. تمام. اوكي، بالفرن وبدون تحريك. شفتي؟ طبعا بالفرن. مشان هم يكملوا استوى. استوى ما بقول مشان وبعدين ما بنحط على المي زيت. ما بنحط على المي زيت. لا طبعا بفك، مش بفك. احنا كنا نحط الزيت عشان خلص. هاي افتيها بالله يا حبيبتي. هاي خلص. اخ لو في خبزه كان غمستهم هذول الجبن. هانت على الاذان. لو انه مقدن هلا كانت عملناها يعني. يلا على بخلي لك شويه تنسيهم على الغداء. على الصائمة. على الفطور. ضيفتي عن جد عن جد بتجنن، روحها حلوه وحلقتها مميزه. استوى؟ كله استوى وجاهز. طيب ايش اول شيء بدك تحطي فوق السباجيتي؟ لا ما ححط شيء هلا فوقيها غير لما احط المشروم. انا زيك مصدومه. المشروم فوق الجاج. تخلطيهم. حلو. انا فكرت طبقه طبقه. لا لا حتصير حشوه. ديري بالك. هيها. وراح نضيف عليها شويه بقدونس. والله. وراح نضيف الكريمه. يا عيني. والنار مطفية. النار مطفية. لا لا خلصنا. هلا بس الأشياء هذه وبنحركهم. ايش جنس هاي الأكلة؟ إيطالية. والله إيطالية. جاد؟ طب مين علمك إياها؟ كثير بدور أنا على بالنت على صفحات إيطالية وبتابعها وصفات جديدة. حلو. جوزة الطيب. اللي ما حزرتها. اللي ما حزرتها. وهيك صارت جاهزة عندنا الحشوة. لا نسينا البارميجانو. اهم شيء البارميجانو. انا فكرت بالاخير. لا لا انا فكرت بدك تحطيها فوق. انا هيك فكرت انه بالاخير. بالضبط. لا لما تنخلط مع الحشوه الحشو بصير. بس حتحطي مرتين يعني حتحطي كمان على. وبتتماسك اكثر يمكن صح؟ هلا في وصفات بحطوا لها بيض، انا ما بفضل احط لها بيض صراحه. بلاش. هلا بس هيك بحب اجيب لك معلقه عاديه بلاش خشب. اوكي ما في مشكله. بحب احط عليها هيك زيت زيتون. بس تنكي طبعا طعمه بيكون اسكى. ايوه. وراح نضيف الحشوه عليها. عمي هذا فن صار اسمه. هذا تصميم. نجيب معلقه ثانيه عشان اتحكم فيها اكثر. بقولك دائما العين اللي بتاكل فعن جد مزبوط العين اللي بتاكل. هلا بدنا نحط كمان رشه بارميجانو وبعديها الموزاريلا. موزاريلا تحت ايدك. يسلم ايديك.
بكملها بايش؟ بالموتزاريلا. موتزاريلا. اها. عبي عبي عبي. ابرك ابرك ابرك. ما تخليش ولا لا ولا وحده ولا مبين. ما تخليش مساحه اذا بدك تغطيها كلها بالجنة. هلا هلا كله راح اقول لكم اخر دلال. حبيبه قلبي. الطعمه عن جد كثير زاكيه والريحه بتشهي. يا ريت غلطت ودقت لي لقمه واحنا عم نطبخ. هلا بس بدي اضيف عليها كريمه واخففها بشويه حليب عشان ما تكون ثقيله. ثيك. اه اوكي حلو فيري نايس. والله بدي اجربها. اه اكيد رح اجربها. وبعدين سريعه ما بتاخذ وقت. حبيت هاي كيف المنظر شوي ببين كانه ارضي شوكه. اي والله هيك فظيعه صح. شطوره بالتشبيه عن جد. هلا بس اخلطهم شوي. سقسق يلي بتسقسق. عشان تكمل سواها بالفرن بالكريمه والحليب. طب بنغطيها بالفويل؟ لا لانه بدنا نحطها من تحت تحت. إذا بتخافي إنه الجبنة تتحمر بسرعة بتقدر تغطيها بالفويل بعد أوكي. ما تستوي بتقميها وبس بتحمريها تحمير. أوكي أوكي وبرضو أوكي يعني برضو فكرة إنه حتى تستوي أكثر. هلأ هون بنحطها تحت. خش على الدش. أيوه ما هذا يا غادة. بدك تحذري يا غادة. مستحيل تكون سلطة وفيها بيضتين. يعني طبعاً مستحيل. لا 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 بيض ني مع سلطة. إيه لطيف. مستحيل. هلا هو شيء برضه مش عربي. اه مزبوط تلياني فرنسي هيك تلياني صح؟ تلياني. هذا سبانخ أكيد. أوكي. بيضتين طحين بارميزان صوص هاي كريمة كريمة حبتين تومة وملح وفلفل وهذا بيبي سبينتش يعني نفس الشيء. جرجير. كيف ناقص فجله بس بس ولا شيء. هلا هذه انا بحذر وانت عم بتبلش يعني ايوه. طب يلا ضلك انا بناول تحذري لبين ما انا اخلص الوصفه. هلا هون زيت زيتون بدي ادبل فيه السبانخ. هي شيء وذ سبينتش اكيد. هي شكلها رئيسي السبانخ. انا لحالي حذرت. هلا بدي احط التومه. حطيت شويه زيت الزيتون وبدي اهرس التومة. يعني حركه معلقتين زيت زيتون. اه بس اوكي. اه قبل السبانخ قبل السؤال. اه اوكي اعطيك سبانخ. هاي عقلن اعظم اختراع. اه جد بتريح كثير. ونقلب معلقه خشب. معلقه خشب لو سمحتي عشان نضيف السبانخ. السبانخ خليني بس اشوف بالله اللي بالفرن. اوكي انا قلبي على يعني هيها. لو تشوفوا المنظر انا بقول بدي اطلعها فوق. يا الله شو زاكي خلص بدي خففي. لا بدي اشويها. اه تشويها بدك مسكات. خلص خليها خلاص بدنا نحطها فوق. هبيت وطيت النار. اوكي تمام. اوكي على النار بدي اضيف. لا لا خليها منيحه خليها واطيه. آه. هلا بدنا نضيف السبانخ. السبانخ اوكي فوق التومه. فوق التومه دبلانه. الدبلانة حكي هون عشان يدبل بسرعة السبانخ. آه ما بياخد كتير وقت. ما حذرتي غادة؟ البيض هم هدول البيضتين محطوطين بهدول الصحن ضيعوني. هلأ مدام عجزتي هاي اسمها فريتاتا. فريتاتا كنت بدي احكي بس جد كنت بدي احكي بس ما كنت متاكده لاني انا عمري مو عامله فريتاتا بس منظر الاشياء بتقول فريتاتا. الفريتاتا هي عجه بس مدلعه بالايطالي اسمها فريتاتا. ولا لا حتى يبدعوها فريتاتا اسمه سماني. ايوه هي هذه. وبعدين بتنعمل هذا طحين عادي بتنعمل بطحين اللوز. والله كثير بتطلع زاكيه. شو بتفرق؟ الطعمه عشان طحين اللوز. اه يعني انا طحين اللوز بقلبه شوي بحمصه بعدين بضيفه على الوصفه كلياتها. حلو حلو. هلا هيك خلاص. هيك خلاص بالضبط بالضبط. هلا بدي اديره. هلا بدنا نحطه بشيء عشان فردي لي اياه بالله هون عشان يبرد بسرعه. أوكي. بالوقت هذا انا راح احضر اللي هي العجه. بالضبط. هلا
يعني صارت تعينها يعني ايش اسمها عجب السبانخ عجة السبانخ مش اسهل يا غادة فريتاتا بندلعها هلا بنضيف الكريمة اوكي بعدين البيض شفتوا تفضلي افردهم فرد افرديهم قد ما بتقدري والله بدنا نضيف الطحين بالتدريج مع الخفق خلينا اول شيء اخفقها قبل احسن نضيف هاتي اقدر لك طحين شوي شوي يعني ابو معلقه كمان شويه معلقه واحده وخلص خلص ما بدي اكل هذا لا 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 صح حتصير عجين انا ما بدي اياها تصير عجين تشيلي طحين اللوز لو طحين اللوز بعدين رح نضيف البرمجان يمي يمي وخليني بس امسح ايدي انا الي ساعه بس عم بعمل ديزاين على مهلك بس على الملح وبدنا ندير بالنا بالملح شو هيك سموها فريتاتا ندير بالنا على الملح لانه عندنا البرمجانو مالح بالضبط ونحط رشه فلفل اسود ولازم برشة جوزة الطيب جوزة الطيب هي اللي ما عرفتيهاش يا غادة ولا خطر على بالي اصلا اول مرة بعرف انه في جوزة الطيب بتاعتها لا ليش في جوزة الطيب كثير بتلبق مع السبانخ وهي مشان تقيم الزنخة كمان صح ولا طبعا طبعا وهلا هيك بنقلبها يا سلام احلى ريحه جوز الطيب مثل العشب والله يعني اخصائيه فرد هدول خلص يا ريم هلا التليان يمكن لما يعملوا هذا الدش فكروا حالهم ايش طبخوا طبخوا هلا بس بدنا اياها تبرد اوكي هي تقريبا خلص بردت نجرب بدك اياها لا لا خلص يسلموا ايديك انا ليش ببردها حتى ما تنسلق مع البيض بس هيك بحط شوي شوي بحرك على السريع وبضلك تزيد السبانخ بضل اضيف السبانخ ضيفي لي يا ريم وانا بحرك وانت ضيفي لي لو سمحتي اكيد تفكري حالك بس فردتي شفتي انا الي ساعه بفرد انا صار لي ساعه بناول وبحط طحين لا طب ليش فردتهم مدام هيك ولا عشان لا بردوا شوي عشان يبردوا اوكي ما بدي اياهم يكونوا سخنين لما انزل جوز الطيب بس انا سؤالي بدك تشويهم شوي شوي هلا في ممكن لا ممكن قلايه كبيره على الغاز وتساويها اوكي زي المشاط برضه لا قطعه واحده وان بيس اوكي هم الفريتاتا بيعملوها زي كانها بيتزا او قرص كبير اوكي هم اسهل لهم مره واحده مش يقعدوا يعملوا قطع زينا خيالي لو حالهم هقدر لك عم دير اوكي هي الوصفه الثانيه هي كانت محتاره انه كيف سبانخ وكيف بيض فما قدرت تعمل الكومبينيشن بين البيض والسبانخ فهي فكرتها سلطه فبتقول لي سلطه مع بيض وني صعبه سين سؤال اذا حسيتيها لما خلطتيها مع السبانخ وكل الاشياء حسيتيها هيك ثيك جامده ايش بنضيف عليها بنرجع يا كريمه يا حليب اوكي ما بتفرق اثنين نفس الشيء بتفرق لانه في عندي طحين رح يمسكها وعندي البيض كمان رح يكون عامل تماسك اذا كانت جامده كثير حليبها يعني كميه الكريمه وكميه السبانخ يكونوا متناسبين مع بعض ما يكون شيء اكثر من شيء لا بالضبط هلا بالنظر اذا انت بالنظر طبعا الصينيه هلا عشان نديرها لو سمحتي تفضلي هلا بنديرها طبعا انا هون حاطه ورقه زبده حتى ما تلزق بالمال ويكون اني اقيمها بسهوله ورق الزبده وحتى لو مسحناها بلحظه زبده برضه نفس الشيء اوكي ورق الزبده اريح بس صراحة. ورق الزبده صراحه كثير اريح هلا بفردها اوكي وبنحطها بالفرن قد ايه بدها وقت بالفرن؟ يعني ثلث ساعه مش شيء مو شيء كثير لا هلا بنقيم البيبي اللي جوا بنحط هاتي
هذيك نرفعها لفوق. خلص هذيك لا مضوي عليها ال بس ما هي ما حطيناهاش فوق. لا لا حطيناها فوق. انا ضويتها من فوق. لا انا قصدي السنية زي انا فكرتها رح تحملها تحطها فوق لما تضوي عشان تتحمر عشان تضوي ما بتفرق. شوفي مش ما تفرق هيك بتاخذ حمارها على هداوة. بتطلع اوكي فهي حتحطيها فوق. جول. تطلع بالشمس. لما تطلعيها لفوق بتطلع متحمرة كثير. هلا وهي فوق معناها. هلا بنقيم هذه. والله بيرفكت خلص اعطيكي هتولد يعني شوي ثاني بصوا بقى بنحط هاي بدالها بنحطها بنقلبيها شوي يا الله منظرها وجبة بكره وهيك خلصنا الوصفتين اللي عندنا شو؟ خلصت الفتاتا ترارارا يا عيني طيب هلأ بدك تحسن شو بدي أسأل هلأ لسه الإشي لسه ما خلصناش كله مستقصداني الأصعب مش مجال بدنا نلف إيش نلف؟ نلف الفتاتا نلفها نلفها واو كثير يا سلام يا سلام يا سلام والله هذا الورق ممتاز يعني احسن من الزبده بس انا عشان بسم الله بسم الله ممتاز انا بدي الوجه هذا برا بعدين صيام عفكر اثر عليك طيب هلا بدي احشيها حشوات بغير شكل طب اشيل هاي الصينية خلص كل شيء تمام اوكي نحشيها هلا بدك تختاري شو بدك يا هذا يا سلام امرئي يا منيال يا هذا بدك تختاري انت عيني روست بيف ايطالي اوكي وروست تركي هلا الواحد بنقي ايش بده صح ايش ما بده وروست دجاج مدخن ايش بده ممكن نخلطهم ممكن نخلطهم صح طبعا وبتعرفي شو بنقدر نعمل بنقدر نعمل نص هيك نص هيك نص هيك وهي حتنلف 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 بعدين كل مع بعضه يلا أوكي. كلهم مغريات كلهم زاكيين الحمد لله انه ابني شجاع مش هون كان قضى عليها قبل ما نوصل حاضر يم يم لسه بدك تقصيها بده شوية بحبحيهم لا لما تحطي بعرف فهمت عليكي فاهمة وهي هاي يا الله شكرا لك يا ريم اوكي هاي كمان افتحها كمان لا بدها كمان بال معقول يعني مغلفه مرتين او عشان تشفط الهواء كبسينها بيكونوا افتحها احطها هون بعد اذنك هي التشيكن حاسه رح يوقف التصوير عبالا نخلص من هالكرتون كمان خلص هاي كمان بدك لا تمام خلص كنت تكي وراح احطها بتمي بس الحمد لله اني صايمة تفتحي لنا هاي يا ريم هي هيك راح نحط التركي المدخن الروست بيف الموتزاريلا نحطها هلا ادير الموتزاريلا فوقها اديري اديري نزيد الروست بيف احبه انا بصراحة ريحة الرقي سوري عندي وامتى بنحط الجرجير هذا؟ كمان جو كله مكتوب اسمي مكتوب طيب كل واحد له ما شاء الله مشترك مكانه والله حاطين احنا اكرم من التليان لانه احنا بنحب بس لحظه اخيره ايوه يا عيني اهو عشان هرو عشان الحبايب عشان الحبايب هيك بنحطها شكلها زي البيتزا الله قد ايه ضل يقدم هلا لبين ما تطلع هاي يا غادة لا خلص خلصنا هلا بنصير نشدها بورقة الزبدة اعطيني غادة من عندك نصير نلف ونشدها طبعا هلا بدي صينيه
اوكي عشان نحط فيها. طب بصير نفس الصينيه تاعتها مع ورق بدون ورق زبده صح؟ بالضبط. واو اعطيني اياها. يسا جيبي لي اياها لو سمحتي على القد. ما احلاها المقصقص عشان نقص هذه لازم يكون تحت هالورق صح؟ طبعا عشان يكون اسهل الي اني اقيمها. طبعا حلو. اللمسات الاخيره ما قبل ما تدخل على الدش. ايش هل ترجع تدخل بالفرن؟ طبعا كمان مرة؟ يس. طب لماذا يا هذا؟ عشان نتذوب. يعني ما فينا ناكلها هيك كله مستوي. ادوبها. الجبنة اوكي. هي هاي احسن هيك مسكيها. بس عم بفتفت فيها. بتكون ماسكة. انا بفتفت بركي اني غلطت واكلت لي لقمة. ديري بالك دخيلك. يوم يوميك. هيك بصراحة. عن جد ايش؟ تعلمت لي شغلتين مفيدين جدا 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 مش لرمضان وبعد رمضان. بعد رمضان بس وبالجمعات اللي بدك تعملي شيء لايت واوريجينال كثير حلوين. بالضبط ايوه يعني وخفيفين. خفيفين بالضبط. لا وحلو يعني برضه هيك على السفره منظرهم عن جد كثير. هلا شوي يعني بس دقيقتين بكون جاهزه. تجربتي كانت كثير 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 حلوه اليوم مع الشيف غاده.